بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحان جعلهاي إن أن هل كان قصو قد بيو وربحين يرى قصاب سنهاية الدريال الكعبانتا مقع عيدنا اللي ده دخون في أفريكا أوفن ريليف أورغانيسيشن هاي أدام وحالة أساسي لبدا كون إيو طبانكي بشي اللي حاد وحا أي كهول قصا دلال كبارق أفريكا هيئتنا هو انترناشونال سكوب ما هيئه عالميه وهي حفيزه كل هذه الدول فربضان ادونكا سدا يوروب او كره مريكانكا او كره كندا افريقيا ميلكا ميد او كره يا حفيزكيده او وينو كيالا دلكان كايا مغارده نيروبي ان هيئتنا waxaa loo aasaasay daryeelka aqoonta geeska afrika runtii ma sahlana markii wax la aasaasayo fikirka in la keeno حديث الله كيانا لفت هذا مسهل أنا إنه فكرك على دخل جري رنتي واحد أذق بياحيد سبق أو أي ترى هاي ذا فربنا صم فلو متلقى كهول جري وضع ككاية أتنا إن له حياة خاصة أقانتها هي حياة دنيا هاي وحدك تين أقانتها إن هي باهي فربنا ضغطه وصل قوة كلا يا أبي يو قلي باهي دو ذكرى تهي يجو مرك اللي ته هذانا كورهين توده وأنا أريد أن أقول لك أن أنا أريد أن أقول لك أن أنا أريد أن أقول لك أن أنا أريد أن أقول لك registration أنا number أن أقول لك أن أنا أريد 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 أن أقول لك أن أنا يا الله كرا كوسي باهدا بار أما بو فاميليس كه محن كرا يوكو بو فاميلي هتانا أقوم تسير نقطة كويس كا and سير باهنا تاس أما كي صورتك كشيء نمبر كه الله يوحان ديوان جلي نهاية أدا and on certificate كده كه الله كان يا أنت أو بار أنا كه الله كده من حفيز كي وان فريا كوندي وحن وكلا باهين عارم كي يعدي وحتاج إن تاجر تاهي يا نوكلا قيبرني خير الله هسيو وحا تاغير فربضا نسيي سومالي دياسبورا ها مدد كان قربة جوكتيا سومالي دا عبا نسيسي محان كورا دا ايه دادم حسنين وفربضا سيدا هيا دا تركيا وقال الله وقالو ايه هيا دا كاري ها يا نسيين هاي تاغيرو انا قلو نوسي قدبين ايه وسيدي اه لو تلقالي نوسي قدبين ايه ناقوان تاس كنتي مسيح لنين أنا مركي عشاي سمايسو محد سكر بيسيب على كمده هيا ده تشري أضرب محد كده وأنت كوي تشري محد سكر بس وحن كأني أي دي أورا نيسا إن المها أقوم كالله هرو كفارة كفارة ده سيا لقيه ليا وحال لقيه ليا كوي بده تشوي كوي دي بده تشوي ما إن اللي هذا أقوم كم محد أو دا ماشى سوتشوا تلفون كسي ما كسي ويدي أنت مصينه إن أروح رير توصل سمايو isagu aan family-ga asiga aan isku xidho ruuxaas ee kafaala qaadaya aqoonka lacag $30 $100 $100 wixii uu isagu u heli karo awoodo uu u diro bishii markii la joogo qaarna ay sameeyaan in ay anaga noo soo mariyaan oo yiraahdaan idinku gaadhsiiya intay soo ururiyaan oo meel ka soo qaadaan labadaas procedure baan isticmaalaynay oo aqoonka intaas kadib waxaan nidaa oo wuxuu baahan yahay wax ilmo kasta uu baahan yahay agoontii waxaan u talagalay in ay wax bartaan way jiraan waxbarashooyin laakiin waxbarasho tayaysan oo fiican oo lagu helayo aqoontii kaaya iyo aqoontii diiniga ahayd ee islaamiga ahayd ama tarbiyada islaamiga wax loo yaqaan inaanu labadiiba helan waxaan hadana aasaasnay inaan dhismo saddex madaris oo ka dhisan saddex dhexra qaxooti ee kaaya meesha soo ahayd meesha ay aqoontu ugu badanayd ee saddexda madaris waxay ku kala yaalaan ifax gadheer iyo dhagaxley وحي دغان مواد كايا اما سيلباس كايا هي سيلباس كي مدارس تو اي ديك جيرين او اسلاميكا اها لبدي ما نسكو دراي يا تحفيظ القران وحي نقدان مدارس لوغو بحنا رونتي قحي تكون اد بو بلاري هي هريري سدد كدغبا ما انا ان ماشو كيما طب او كيما دو ما انا لكن كي او باهدا بدنايه يعني حقي جيرين انا كو كرتشرينا اماميه وضياشة
dadka qaraabada dadka u warhay annagu oo weydiinayna inay yihiin kuwa ugu mudnaa taas ayaan ku ururinaynay ee brandka aqoonta iyo kategoriga aan ku qaadanaynayna uu ahaa saddexda madarso waxay ka howlgalaan saddexda xero qaxooti way si fiican bay u shaqeeyaan runtii laakiin dhibaato fara badan ba haddana ka jirto shay markaad samaysa sustainability-giisa ama in uu shaygaasi joogtoobay ciyaar ma ah runtii macallimiinta madaariska dhigaysaa runtii voluntary bay aan ku bilownay markii dambena waxaan nidhi voluntary wax ku soconaya ma jiraa partial volunteer aan samayno partial volunteer waxa weeyaan yacni qayb ka mid a waqtigiisa inuu macallinku bixiyo qayb ka midana laga gato oo aan sidaas samayno yaan markii dambe yaan wax ku wadnay baahiyaad bay noo soo baxayay fara badan sida ilmihii oo kale degdegan meelo aad u kale fog suuragalna aynan ahayn inuu madarasadii yimaadaan kuwa fara badan waxaanu marka codsanaynaa ama walaalaha cajiladan daawadooda ka codsanaynaa in ay noo soo gudbiyaan in ay noo soo raadiyaan markaanu u gudbina baahida gawaari ay madaarisku u baahan yihiin saddex baabuur saddex caasi in ay noo soo gadaan oo noo soo gudbiyaan khayr allaha siiya reer way jiraan ballanqaadyo meelo fara badan oo sameeye way jiraan waana ka sugaynaa inay noo soo gudbiyaan madaariskaas iyo iskuulkaas isku jira oo integrated academy waxaa la yidhahdaa magaca hirsimahad integrated academy hirsimahad integrated academy yaa la yidhahdaa magacaasa loo yaqaanaa marka in ay madaariskaas oo free lagu dhiganahayo ilmaha agoonkii free buu ku dhiganayaa wax laga qaadaayo ma jira ilmaha agoonka in ay usoo gudbiyaan oo khayrka ay usoo deeqaan iyaguna ay ka faa'iidaystaan yaanu iyadana jecelahay waxaa jirta hay-addu waxay leedahay board members boardka ayaana go'aamiya mashaariicda la qabanahayo waa resolutionada la samaynahayo ama xeerarka la soo saarahayo oo waxaa la bedelahayo wax laga bedelahayo iyo nidaamka oo sidii hay-ad caalami ah oo kale ayaa howlgalaysay waa howlgashaa waxaan ka mid nahay hay-ado isu tagay oo 21 oo la yidhaahdo SADCO hay-adahaas midoobay oo magacaas ku midoobay SADCO baan xubin ka nahay iyadana mashaariicda laga heli doono dadka deeqbixiyayaasha ee kuwa jahanjubooyinka iyo northeastern Kenya iyo geeska Africa oo dhan waxaan ka qaadan doonaa qayb muhiima baan iyadana ka qaadan doonaa barnaamijkaasina sidaas yahay waxaa jira markii la doonayo in hay-ad noocaas oo kalaa la sameeyo runtii waa in ay leedahay target group oo target groupkeedu uu cad yahay waa in waxa ay samaynaysaa haddana uu yahay effective yacni wax la taaban kara inuu yahay haddana sustainability-ga ama waxaan inuu sii jiro oo mustaqbalka sii ahaado wax sahlan ma aha yacni waxaa jira hay-ado fara badan oo wax loo dhiibo hanti fara badan maamula laakiin wixii markii dib loogu noqdo la waayo isaga oo waxaana loo dhibay uu aada u yaraa haddana wax muuqda ayaa maanta aanu haynaa ilaahay baa mahadaa iskale meeshii loo baahnaana waanu gaadhsiinay dadkiina sidii bay uga faa'iidaysanayaan waxaan marka walaalaha cajaladan daawan doona ka codsan doonaa in ay deeqdooda la soo gaadhaan hay-addaas oo akoonkeeda aad ka arki doontaan meeshan hay-addaasoo magaceeda uu kan yahay agoonta maxaan ku dhahdaa ku qoran eed aragtaan oo isaguna sidaasa aad aragtaan magacaasay hay-addu leedahay magacaas ayay hay-addu leedahay waa Horn of Africa Orphan Relief Organization munadamat alqarn alafriqiya fii halkaa ka jirto communitiyadaas muslimiinta ah ee soomaalida halkaa ka jira lacagayna soo gaadhsiiyeen baan qaybin doonaa khayr allaha siiyo OSU lacag aada u fara badan oo runtii aad iyo aada waqtigii loo baahnaa timid bayna soo gaadhsiiyeen waanuna u qaybinaynaa waqtigii loo baahnaa oo rabadlaan ah oo aada iyo aada dadku ay ugu baahan yihiin oo sakatofitrigii iyo wixii ay dadku wax ku gadan lahayn noloshoodii afurkoodiiba bayna soo gaadhsiiyeen waxaana soo gaadhsiisay lacag South Africa khayr allaha siiyo jaaliyadda South Africa Chaco
ayaduna lacag noo soo dirtay doonaysana in ayaduna dadka muxsaniinta gaarsiiso deeqdaas waxa sidoo kale soo gaarsiisay Denmark jaliyada muslimiinta halka ka jirta Soomaalida halka ka jirta ayaduna soo gaarsiisay deeqdaas oo deeqdaas iyadana aan ku gudoonay jaliyada reer ugaaday ee ka jirta Denmark ayaduna lacagtan soo gaarsiisay khayr Allah siiyo waxa isaguna soo gaarsiisay deeq kale ururka dhalinyarada OASU farciisa Australia oo isaguna deeq lacageed soo gaarsiisay oo doonayna isagana inaan deeqdiisa lacageed isagana uga mahadcelino dhamaantood waan u mahadcelinayna jazakallahu khayral jaza ilaahay ha idinka ajir siiyo waad helaysaan waxaadna caawiseen dadkii ugu mudnaa caawiseen yaanu leenahay iyo kuwa fara badan oo kale oo walaalaha noo yurbiya Ameerika iyo Afrika iyo Australia iyo carabaha la jooga dhammaan waa soo gaarsiin waxaan uga mahadcelinaa deeqdaada soo gaarsiisay waan qaadanay oo waan maqbalay idinkana waan بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم